مباراه الاهلي وسيمبا الاخيره دي كانت في استاد القاهره، والمباريات كلها يعني معظم مباريات الاهلي والزمالك والفرق الكبيره بتلعب الان في استاد القاهره. وانا بفرج على مباراه الاهلي وسيمبا اللي فاتت قلت الاستاد شكله حلو قوي قوي على مستوى المدرجات وعلى مستوى النجيله، وزينه المدرجات بتبقى دايما الجماهير، فالصوره تبدو مثاليه. واستاد القاهره، ودايما بقول الجمله دي، يفرح كده، في نوستالجيا كده وفيها ذكريات عظيمه وفي حاله عظيمه، ياما خدنا بطولات وانجازات على مستوى المنتخبات والانديه المصريه على استاد القاهره، ياما الاستاد ده استقبل بطولات وكؤوس وحاجات عظيمه جدا. فاستاد القاهره تحديدا بغض النظر انه الاستادات اللي في مصر كلها او معظمها استادات عظيمه، بس استاد القاهره له حاله خاصه دائما دائما وابدا، يعني صوره عظيمه. ونتمنى دائما استاد القاهره يفضل في الصوره دي. فاكرين منذ سنوات كده استاد القاهره جت عليه ايام كان يعني حالته صعبه جدا على مستوى المدرجات وعلى مستوى النجيله، يعني كان سيء، بتكلم على سنوات بعيده كمان، مش عشان بس ابقى امين مش قريبه. فاستاد القاهره الطبيعي بتاعه ان يبقى بالشكل ده، الاستاد الوحيد اكتر استاد في مصر لازم يبقى بالشكل المثالي ده بصراحه يعني. طيب معايا عبر الهاتف الان استاذ وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره الدولي. يا فندم مشرف ومنور، بشكرك بدايه على الصوره المشرفه لاستاد القاهره. مساء الفل عليك وعلى الساده المشاهدين، وانا بشكرك يعني مش شكر كده عادي، ده شكر من قلبي على كلام اللي يعني اللي بيفرح، اللي بيحسسك ان لسه في ناس بتقدر القائمين بالعمل في على مستوى الرياضه. استاد القاهره هيظل في وجودي ووجود اللي بعدي واللي قبلي هو استاد الرعب، هو استاد اللي البلد كلها كل من يشاهد الرياضه بيبقى رايح فيه كده بهجه وفي سعاده في استاد القاهره، وروح تانية خالص غير اي استاد. والله انا بقول الكلام ده مش عشان انا موجود فيه، ده حاجه يعني اي شخص هتساله هيقول لك استاد القاهره ليه روح تانية خالص عن اي مكان في مصر. لسان حالنا جميعا صدقني يا فندم، ودايما بقول استاد القاهره دوت غالبيتنا، يعني الناس اللي راحت استاد كتير او راحت مدرجات كتير عدينا على كرسي فيه، يعني شفنا درجاته كلها وشفنا الكراسي فيه، شفنا تطويره طول الوقت. فاستاد القاهره هو مرتبط بذكريات عظيمه عند اي مشجع كوره في مصر يعني بكل تاكيد. سؤال حضرتك سؤال حضرتك وهو مرتبط بده قبل ما نسال على تفاصيل جوه الاستاد، وجود الجماهير كمان وشكل الجماهير في المباريات الاخيره خلت الاستاد كمان تكمل الصوره الحلوه، تتفق؟ بص، استاد القاهره من غير الجماهير ملوش اي قيمه ولا رونق. الجماهير في المدرجات بتزيد استاد القاهره يعني بتخلي فيه بريق كده، بتخلي شعور واحساسك الجماهير بيبقى ليها وضع تاني تماما مختلف. صحيح تماما. صحيح صحيح. والجماهير الفتره الاخيره يعني مشكورا اهلي وزمالك مقدمين نموذج رائع لمثال يعني اقول لك ايه، النموذج او المشجع المصري، التزام في التعليمات الامنيه، التزام في الدخول وفي الخروج، عاملين ملحمه يعني حاجه جميله جدا. طب اللي حضرتك بتقوله ده شهاده عظيمه جدا ومهمه جدا لتفاصيل مهمه، ان احنا دايما بنبقى عايزين الجماهير تكتر في المدرجات وتزيد اكتر بموافقات امنيه وكل شيء. انت بتقولي ان الصوره او الجماهير بتقدم صوره عظيمه جدا في المباريات الاخيره، يعني مفيش لا قدر الله اي تخريب، اي تكسير، اي ازمه، مفيش اي مشكله خالص يا كابتن وليد؟ تماما. عايز اقول لك الجمهور الاهلي المباراه الاخيره، انا كاستاد القاهره مش هقول لك انا يعني سابقا كان برضو بوجودي في هذه المنشاه كان باستمرار كل مباراه بتطلع خسائر كتيره جدا، بتطلع كراسي متكسره، بيطلع حاجات خسائر بنطلعها في كل مباراه بارقام رهيبه. عايز اقول لك الفتره الاخيره ما فيش الكلام ده، مش حصان تماما. هي. تماما عندنا. هي. الناس داخله، جمهور واعي، جمهور داخل يشجع، في ثقافه بقى، في عندنا وعي موجود طبعا. موجود من شركه تذكرتي كبير جدا، على طول في توعيه للجماهير وهي رايحه على التذكره، في ظهر التذكره ارشادات للجماهير ايه التعليمات المطلوبه منها في خلال المباراه. بصراحه يعني المنظومه كلها، مش عايز انسى حد، الشرقه الافريقيه، يعني الشركه المتحده، كل الشركات عامله ملحمه مع بعضها ان احنا نادر في الاخر ان الرياضه المصريه وصلت بالمستوى اللي احنا وصلنا له ده، ومستوى الجمهور دوت. وانا ان شاء الله متفائل خير في اقرب وقت ان الدنيا رايحه في حته تانية كويسه جدا
بالنسبه للجماهير وبالنسبه لعوده الجماهير للمدرجات ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب مباريات الدوري الافريقي تحديدا البطوله دي عليها اشتراطات كثيره فيما يخص الملاعب، هل في اي ملحوظات من اللجنه المنظمه على استاد القاهره ولا احنا كله تمام؟ عايز اقول لك احنا اول مره تتطلب مننا اشتراطات بهذه الطريقه، لكن طبعا احنا كله لصالح الرياضه المصريه. احنا الدكتور اشرف صبحي ما بيتاخرش تماما عن اي حاجه للرياضه المصريه. يعني مجرد ما احنا جات لنا التوجيهات عرضنا على الكابتن وامر ان كل حاجه تتعمل بالفور. هم بقى لنا 3 أشهر شغالين على المتطلبات اللي هي الخاصه بالبطوله دي. مش عايز اقول لك المسؤولين عن الاتحاد الافريقي او المنظمين اللي كانوا موجودين معنا في مباراه شنبه بقوا ياخدوا صور تذكاريه في ارض الملعب، وهم بيقولوا ان احنا عمرنا ما بنعمل كده في اي ملعب او اي ملعب على مستوى افريقيا، ومبسوطين جدا من التنظيم ومن الجو العام اللي كان في استاد القاهره في مباراه شنبه. طيب يعني حضرتك بتقول لي اول مره تسمع او اول مره يطلب منك هذه المتطلبات او الاشتراطات ديت، ايه هي ابرزها؟ يعني ايه الحاجات اللي جديده علينا اللي هي تطلب مننا؟ هو طلب ان احنا المنظومه الاعلاميه او المركز الاعلامي تطوير كامل في كل حاجه، رغم ان احنا كنا عاملينه في 2019 في بطوله كاس الامم الافريقيه. صحيح. عملناه لسه، يعني الكلام ده ما بقالوش ايام، ما بقالوش سنين زي ما بنقول. فمش يعني مش الدنيا ما اختلفتش، بس طلبوا تطوير تام للمعصوره، طلبوا تطوير تام لمعصوره الرأسيه اللي هي الخاصه بالفي في اي بي في الاستاد عندنا، طلبوا تطوير حاجات في ارضيه الملعب ومحيط ارضيه الملعب وليس ارضيه الملعب. هو ارضيه الملعب قال لك ان احنا الارضيه ما فيهاش اي ملحوظه تماما، يعني كان كل الكلام على محيط ارضيه الملعب، على المداخل والمخارج اللي داخله على مقصوره الاعلاميين. ده بعد دي يعني جزء من المتطلبات اللي هي او ابرزها، والحمد لله اشتغلنا عليها، والاستاد استقبل المباراه اللي فاتت وكان في ابهى صوره، والحمد لله قدرنا ان احنا نشرف الرياضه المصريه وكلنا لصالح مصر، مش النادي الاهلي او نادي الزمالك، احنا كلنا بنشتغل لصالح مصر. اول مباراه يستضيفها استاد القاهره اللي جايه هتبقى الاهلي وصن داونز ولا في مباراه قبلها؟ ان شاء الله احنا عندنا يوم السبت في مباراه في الدوري، وعندنا المباراه بعد كده عندنا مباراه للزمالك، وعندنا مباراه ان شاء الله اللي هي 1/11 هيكون الاهلي وصن داونز ان شاء الله. الاهلي وصن داونز باذن الله. طيب اخر حاجه وهي برضو من الحاجات المهمه جدا الفتره اللي جايه، هل هيبقى في غلق لاستاد القاهره ولا هيفضل مفتوح معانا لنهايه الموسم؟ احنا استاد القاهره ما عملناش اي غلق دي تماما السنه دي. تماما احنا ما قفلناش يوم واحد استاد القاهره. احنا استاد القاهره برضو للمره اللي بنقولها احنا ما قفلناش خلال السنه دي ولا مره اتقفل. كل اللي هنعمله ان احنا محتاجين اسبوعين قبل الشتاء عشان ازرع البذره الشتوي. انا كل ده البذره الصيفي هو اللي انا بلعب بيها دلوقتي. طبعا انت عارف احنا بدانا نخش على الفصل اللي هو البارد شويه، فلازم اعمل له البذره الشتوي. البذره الشتوي دي بتحتاج 15 يوم على اساس تطلع او تنمو، فمحتاج 15 يوم بس. منتظرين نشوف موقف النادي الاهلي ايه في البطوله ومباراه مصر القادمه اللي هي في التصفيات بتاعه كاس العالم. واحنا منتظرين الخبير الاجنبي موجود عندنا من يوم 1/11 في مصر، هيبقى موجود في انتظار لو الاهلي ان شاء الله ربنا كرم ووفق. هنضطر ان احنا نستنى يوم 11. طبعا الناس دي لازم تعرف الكلام ده عشان ما يقولوش احنا انتوا عملتوا كده ليه او ارضيه الملعب. احنا المفروض من 15/10 ان احنا نزرع البذره الشتوي، ده التوقيت الرسمي ليها كل سنه. بس احنا اجلنا عشان النادي الاهلي لو ربنا كرمه ووفقه ان شاء الله هيلعب 1/11. التاجيل ده هياثر على ارضيه الملعب لحد 11/11. هو بالتاكيد طبعا مش هياثر، هو يعني بالتاكيد بيأخر شويه نمو البذره. وده كلام الخبير، بس طبعا انا ما عنديش حل تاني، ما عندناش نادي الاهلي بيمثل مصر. صح. فانا لازم اعمل كده ولازم اكون موجود. لو الاهلي وصل 11/11 هيلعب، هيبقى عندي يوم 21/11 مباراه المنتخب في التصفيات. طيب هضطر اقعد لحد 21/11 و11 هبدا
اقرر ان انا اخد 15 يوم ازرع فيهم الدنيا. طيب استاذ وليد، بمناسبه منتخب مصر، جبت تيشيرت المنتخب مصر ولا لا؟ والله انا ممكن اهديك على فكره، انا بحبك جدا فممكن اهديك واريحك واريحك من الجو بتاع السوشيال ميديا ده خالص. احنا تعبنا نلبس تيشيرت المنتخب، يقول لك تيشيرتات المنتخب بتتوزع وده اهدار العام، بلبس بس تيشيرتات المنتخب. انت عارف دلوقتي ان تيشيرتات او براندات الانديه في اوروبا بقت حاله دلوقتي مع كل يعني ايه، كل الناس مش مع وليد او مع اي حد. صح. آه الناس كلها دلوقتي يعني انا يمكن يعني صديقي العزيز حسام كان معايا ووريته ان انا عندي تيشيرتات جايبها، انا جايب لبس، فانا يعني مش مركز بقى ان اللبس ده انجلترا، فرنسا، كندا، انا يعني براند عاجبني فمش هركز فيه طبعا في كل حاجه، بس طبعا حاجه لازم اخد بالي منها طبعا. صحيح. انا مع المنتخب لازم. صحيح. اكون لابس تيشيرت منتخبي، واوعدك ان شاء الله يعني الاستاذ وليد العطار وعدني ان هو هيجيب لي بس التيشيرتات عشان المنتخب. بص يا كابتن وليد، عشان ما اكدبش عليك بصراحه، انا ما كنتش من الناس اللي وقفت عندها كتير، بس انا شفت السوشيال ميديا لما اتكلمت قوي، بص حسبتها حسبت انه انت حضرتك راجل مسؤول ومسؤول عن اكبر استاد في مصر ومع المنتخب، فممكن يكون لهم بعض المنطق في رايهم، بس انا متاكد ان انت بحسن نوايا عاديه جدا، كلنا ممكن نتحط في الموقف دوت لو لابسين اي تي شيرت وعادي، يعني مش لازم كان نقف عندها كتير. يعني صدقني يعني انت زي ما انت قلت كده بالظبط، انا بمارس عملي طول النهار في مكتبي، بتيجي بالليل الساعه 7 8 الفتره المسائيه، بخرج بقى من البدله وابقى لابس لبس فوق يعني لبس خفيف وانا قاعد، انا ما بنزلش التدريبه خالص صدقني تماما. يعني انا متواجد في اليوم ده، طبعا كان في مشكله في ارض الملعب اضطرب ان احنا ننزل نشوفها، فانا نزلت يعني ما كملتش 5 دقايق ونزلت، فوجئت ان انا في الـ5 دقايق. اولا اليوم ده ما كانش فيه اعلام خالص، يعني ما فيش ولا تصوير، بس هو ربنا كان رايق بقى يعني، يلا مش مشكله لا حاجه، والحمد لله عدت على خير. بسيطه ان شاء الله مش هتتكرر تاني. بسيطه. كابتن وليد عبد الوهاب رئيس هيئه استاد القاهره الدولي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اذكر حضراتكم بس، هو كان الراجل واقف في تدريب لمعسكر لمنتخب مصر ولابس تيشيرت منتخب انجلترا، فطبعا الناس على السوشيال ميديا ما بتسيبش حاجه، قال لك الحق رئيس هيئه استاد القاهره في تدريب منتخب مصر لابس شيرت انجلترا، الحق ازاي وما ينفعش وما يصحش و على فكره، وبالمناسبه انا شبه امين برضو، هو مش واحد من افراد منتخب مصر، فعادي يلبس اللي هو عايزه، يعني رئيس هيئه استاد ملوش علاقه باللي بيحصل في المنتخب، بس في بعض المنطق في هذا الامر، انه انت واقف مع المنتخب ومسؤول عن اكبر استاد في مصر اللي هو استاد القاهره، فيعني ايه ممكن تبقى تاخد بالك، بس كانت تبقى ملحوظه، احنا وقفنا عندها انا اسف يعني في بعض شويه بشويه مبالغات، يعني الدنيا سهله. طيب